خبر عن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للكلية الحربية فجر اليوم، واللي بتأتي في إطار حرص الرئيس على متابعة برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية. ورافق السيد الرئيس في زيارته للكلية الحربية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. وشارك السيد الرئيس طلبة الكلية خلال تنفيذهم عدد من الأنشطة والتدريبات اللي بيتم تدريب الطلبة المستجدين بالأكاديمية والكليات العسكرية عليها، وده بشكل يومي بمقر الكلية الحربية. هند، حاجة جميلة الحقيقة. أكيد زيارة مهمة، ونقدر نقول عليها كمان يا نهاد أنها بقت سنة حسنة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارات عديدة ومتكررة للكلية الحربية والكليات العسكرية عموما وأكاديمية الشرطة. والحقيقة أن هذه الزيارة الهامة بتأتي بعد ساعات قليلة من عودة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله من دولة الإمارات العربية الشقيقة، والمشاركة في القمة الهامة قمة أبو ظبي واللي جمعت قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي. وخلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للكلية الحربية، الحقيقة أنه هو التقى بعدد من أسر وأهالي الطلبة المستجدين أثناء زيارتهم لأبنائهم، ووجه لهم التحية والتقدير لما يتحملوه من جهد كبير في تربية الأبناء ونشأتهم على المبادئ والقيم الراسخة في حب الوطن. وأدار السيد الرئيس حوار مفتوح مع الطلبة الجدد، تناول عدد من الموضوعات والقضايا اللي بتدور محليا وإقليميا، واستعرض ما تقوم به الدولة المصرية من جهود في مختلف المجالات حتى يتمكنوا من تقدير الموقف بالشكل الصحيح وبأساس معرفي سليم. الحقيقة أن كل التحية والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن دايما هذه الزيارات المتكررة والسنة الحسنة للكليات الحربية والعسكرية وأكاديمية الشرطة بتمثل حاجة مهمة جدا، وهو الحقيقة قدوة لأي قائد في مجاله، أن هو دايما الاستثمار في البشر هو أهم حاجة. والزيارات ما بتكونش بس في الاطلاع على الكفاءات القتالية والتدريبات، لكن كمان بيكون فيها جزء مهم من الاطلاع على التحديات الداخلية والخارجية، لأن درع الوطن وحاميه هؤلاء الطلبة اللي إن شاء الله هيتسلموا حماية الوطن بعد تخرجهم بإذن الله، مهم جدا يعرفوا كل التحديات اللي بيموج بيها العالم علشان يكونوا على علم ودراية بيها. ودي الحقيقة نقطة مهمة جدا جدا جدا، كنا زمان ما بنشوفش رؤساء غير في حفلات التخرج، لكن دلوقتي بنشوفهم من بداية يعني التحاق الطلبة الجدد بالكليات، وكل التوفيق إن شاء الله ليهم ومستقبل مزدهر، وربنا يحميهم من هذه الرب. برضو دافع هند طبعاً. يعني جميل إن هم يبتدوا كده بحماس، صح يعني، وإن شاء الله نشوفهم يعني نشوفهم بحفلة التخرج كده وهم يعني مشرفين الدنيا كلها. ربنا يحميهم يا رب.